الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 21 من الكتاب الرابع، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة. الاستنجاء هو التخلص من النجاسة الخارجة من الإنسان حال البول والغائط، هذا يسمى استنجاء، يعني يريد النجاة من القذر، فالنجس هو كل قذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. تعريف النجاسة ايه؟ كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. التعريفات دي لازم تبقى حافظها كده زي اسمك. اما حد يقول لك يعني ايه هي النجاسه؟ تقوم تقول له على طول، ولا هتقول له يع النجاسه يع حاجه وحشه؟ طب ما ريقك حاجه وحشه لكنه مش نجس، العرق حاجه وحشه لكنه مش نجس، فاهم؟ يبقى لابد تعرف. يبقى النجاسه كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ليه حيث لا مرخص؟ عشان في معفوات، واحد مجروح والايه والدم طالع من جرحه وايه وناشع على الضمادة، اهي دي نجاسة لكن يصلي بيها رخص. يبقى النجاسة مستقذر، اول حاجة النجاسة مستقذر، شيء قذر، مش اي بقى قذر نجاسه، لا لازم يبقى قذر ويمنع من صحه الصلاه. ليه بقى؟ عشان نخرج الريق والعرق وكل مستقذر طاهر. والدسم، انت ما بتاكل كده وتاكل اكل دسم، مش بيبقى في ايدك دسم؟ تبقى عايز تغسل ايدك ولا لا؟ مستقذر لكنه طاهر، لو صليت بيه صلاتك صحيحه، فاهم؟ يبقى ليس كل مستقذر نجس، لكن كل نجس مستقذر، فهمت بقى؟ يبقى النجاسة هو كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. التخلص من النجاسة الخارجة من السبيلين اللي هو القبل والدبر، ده يسمى ايه في لغة الفقه؟ الاستنجاء. يبقى الاستنجاء هو التخلص من النجاسة. طريقة التخلص من النجاسة اما بالماء او بالاحجار. طب والحجر يسمى استجمار، يبقى الاستجمار احدى وسائل الاستنجاء وليس كل الاستنجاء. عشان كده الاستنجاء بالحجاره لو خليتها كلمه واحده تقول الاستجمار. واضح؟ لكن اما اقول الاستنجاء بس كده تحمل الاستجمار او التطيب بالماء، التطهير بالماء. يبقى الاستنجاء اوسع من الاستجمار. باب الاستنجاء بالحجاره. والحجاره ايه هو حجر الاستنجاء؟ هو كل قالع للنجاسه طاهر غير محترم. يبقى حجر الاستنجاء لابد ان يكون ايه؟ طاهر غير محترم وقالع للنجاسة، يعني يزيل النجاسة، فيتوفر هذه الصفات في ايه؟ في المناديل الورق. يبقى المناديل الورق دي اللي يستعمل المناديل الورق يمسح بيها دي، اهي دي حجر استنجاء، لان تعريف حجر استنجاء كل قالع للنجاسة طاهر غير محترم. طب ليه غير محترم؟ يعني ما ينفعش اجيب قطعة خبز جافة واستنجى بيه، لان الخبز محترم. ما ينفعش اجيب ورقة مكتوب عليها كلام الله
وامسح بها النجاسه لانها محترم. ما ينفعش اجيب مال مسلم بغير اذنه، يعني حجاره من ارض مسلم بغير اذنه، دي ايه محترمه لانه يملكها، لابد استاذنه او اشتريها منه، فهمت؟ يبقى لابد ان يكون ايه غير محترم. ما ينفعش اجيب يد انسان مقتول يعني وايده مرميه كده، اخد الايه الصباع بتاعها اقلع بيه النجاسه. ليه؟ لان دي يجب دفنها لانها محترمه، جزء من ادمي، فهمت بقى؟ ما ينفعش ان انا كقطعه الطعام برضو محترمه، ما ينفعش ان انا اجيب سندوتش قديم جف كده وابتدي ايه استنجى بيه. ليه؟ لانه ده محترم. او مثلا ايه فاكهه وجفت كده، اجيب الفاكهه دي واروح اقلع بيها، انك ما ينفعش لان ده طعام محترم، فهم؟ كذلك العظم، والنبي نهى عن الاستنجاء بالعظم لان العظم محترم. ايه هو احترامه؟ انه طعام للجن، فانا افسده على الجن، وانه كمان قد يكون غير قالع للنجاسه لانه املس ناعم، فلما يبقى الحاجه ناعمه وملساء زي الزجاج كده وزي ايه وزي الخزف وزي الصيني تنشر النجاسه، مش هتبعد عن النجاسه، مش هتشربها، فاهم؟ يبقى لابد ان يكون قالع للنجاسه علشان نخرج الزجاج والخزف وكل ما كان املس، على ان ده ينشر النجاسه ولا يقلعها. ولابد ايضا ان يكون طاهر، فالنبي جاءوا اليه بروسه جافه. روسه جافه يعني ايه؟ يعني بعره حمار جافه، عشان يستنجي بيها، قال انها ركس نجاسه. فلابد ان يبقى ايه طاهر، ما ينفعش يبقى حاجه نجسه وجفت ثم استعملها. كل دي شروط في حجر الاستنجاء. باب الاستنجاء بالحجاره باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيح الحديث 55 بعد 100، قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه. النبي كان لما يمشي من عادته لا يلتفت، لأن الالتفات الكثير للإنسان وهو ماشي قد يعرضه أنه يقع، ويدل على قلة العقل وعدم التركيز. فالنبي كان لا يفعل ما لا يليق. واحد ماشي بيلتفت كده على طول، يبقى ده يا إما حرامي بقى، سارق، هربان، مجرم، أي حاجة بقى، مطارد. لكن النبي كان لا يلتفت، لما يمشي يمشي لا يلتفت صلى الله عليه وسلم، لعلمه بوجهته ولعصمة الله له من غيره، فلا يأتي أحد من خلفه ليقتله، فقد عصمه الله من الناس، ولأنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج لأن يلتفت. فدي خاصية النبي في مشي. وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارا استنفض بها، او نحوه. استنفض يعني استنجب، يبقى استنفض يعني استنجب، نفس المعنى. استنفض بها او نحوه، او كلمه نحوها يعني في نفس معناها. ولا تاتني بعظم ولا روث. العظم قلنا لانه طعام الجن ولانه املس، الاثنين، فكونه املس ينشر النجاسه، وكونه طعام للجن يبقى محترم. ولا روث، والروث نجس فلا يجوز، وجعل الله للجن فيه رزق ايضا. ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها الى جنبه وأعرضت عنه، يعني ابتعد عنه حياء، لان الانسان حال قضاء حاجته لا يحب ان يرى احد، وأعرضت عنه. فلما قضى
أتبعه بهن. أتبعه بهن يعني أتبع موضع خروج البول أو الغائط بهن، أي بالأحجار. باب لا يستنجى بروث. وعن أبي قال: إيه هو الروث؟ اللي هو ما يخرج من البهائم، يعني براز البهائم نسميه احنا روث أو روث، أي بهيمة تتبرز البراز اللي طالع منها ده نسميه ايه؟ روث أو روث. المصريين اختاروا الفتح روث، كويس، والأفصح روث بتسكين الواو. لا يستنجى بروث. وعن أبي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره. أبو عبيدة ده اللي هو عامر بن عبد الله بن مسعود، كان بيروي عن أبوه عن أبيه. أبو عبيدة ده اسمه إيه؟ عامر بن عبد الله بن مسعود. فأبي إسحاق السبيعي بيقول إيه؟ قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود. ليه؟ لأن الحديث ده مروي عن أبو عبيدة اللي هو عامر بن عبد الله بن مسعود من إسناد آخر، فكأنه بيقول لك ده أنا جايبه لك من طريق آخر غير طريق ابن إيه؟ ابن مسعود. فاهم؟ عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولا يعني ذكره من هذا الطريق، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله اللي هو ابن مسعود بقى يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، يبقى الموضع الذي إيه؟ يقضي حاجته فيه، سمى الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. ركس يعني نجس، يبقى ركس بالكاف ورجس بالإيه؟ بالجيم، الاثنين بمعنى واحد، ركس رجس بمعنى نجس. طب رجز بقى بالزاي مش بالسين تبقى عذاب، عذاب من رجز أليم، يبقى رجز بالزاي يعني عذاب، لكن رجز ركس بالسين يعني نجس، وممكن تخلي الجيم كاف تبقى ركس. وقال: هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن. باب الوضوء مرة مرة، اللي هو إيه؟ أقل ما يجزئ بالوضوء إنك تغسل كل عضو مرة مرة. وقلنا إمتى تكتفي بالمرة؟ إذا قل الماء أو ضاق الوقت أو لإدراك الجماعة. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة. وطبعا فيها تكملة، وقال: هذا وضوء لا تقبل الصلاة بغيره، يعني ده أقل ما تقبل به الصلاة اللي هو مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين، وانت تكتفي بمرتين برضو اذا قل الماء عن انك انت تستعمل ثلاث مرات، يعني الماء قليل قوي نخليها مرة مرة، طب قليل نص نص نخليها مرتين مرتين، متوفر نخليها ثلاثة ثلاثة وما زدش عن الثلاث حتى لا يكون إسراف. باب الوضوء مرتين مرتين. وعن أبي قال: حدثنا حسين بن عيسى قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. عبد الله بن زيد ده مين؟ اللي هو صاحب رؤيا الأذان ابن عبد ربه. عبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان،
عارف عبد الله بن زيد بن عبد ربيه ده لما مات النبي قال ايه؟ اللهم اعمي بصري حتى لا ارى احدا بعد النبي، فعمي من شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، ولما توضأ مرتين مرتين قال ايه؟ قال هذا وضوء يؤتى صاحبه اجره مرتين. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. وعن ابي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الاويسي قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب اللي هو الامام الزهري محمد بن مسلم ان عطاء بن يزيد اخبره ان حمران مولى عثمان، يبقى حمران ده كان مين؟ كان الخادم بتاع سيدنا عثمان. اما يجي سيدنا عثمان يتوضا يجيب له الوضوء بتاعه، اما يجي مثلا ايه يحتاج حاجه يشيلها له يناولها له، كان هو الخادم بتاع سيدنا عثمان. ان حمران مولى عثمان اخبره انه راى عثمان بن عفان رضي الله عنه، والوحيد اللي اسمه ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، لانه تزوج بنتين لنبينا. ومش كده وبس، والنبي قال لو عندي ثالثه لزوجتك يا عثمان بعدما ماتت الثانيه رضي الله عنه وارضاه. ولما هاجر هو ورقيه الى الحبشه قال النبي اول من هاجر بدينه بعد ابراهيم عثمان. شوف بعد سيدنا ابراهيم، شوف سيدنا ابراهيم ايه فين؟ من ساعه سيدنا ابراهيم لحد ما اتولد سيدنا عثمان واتجوز رقيه وهاجر، قال اول من هاجر بزوجته لله فرارا بدينه بعد ابراهيم وساره هو عثمان ابن عفان. فله مناقب كثيره سيدنا عثمان، نفعنا الله به بالدارين امن. انه راى عثمان بن عفان مات ايه؟ فوق الثمانين، كان عنده حوالي 83 سنه لما قتلوه، مات يوم الجمعه 15 ذي الحجه، يعني في موسم الحج، عشان كده سيدنا علي ما كانش موجود كان بيحج، ستنا عائشه كانت بتحج، معظم الصحابه كانوا بيحجوا في الفتره دي. رجعوا لقوه قتل، فبقوا مش فاهمين، وبعد كده سيدنا علي بويع وراح على الكوفه، بقوا مش فاهمين ايه اللي حصل. على ما رجعوا من الحج مش فاهمين، عشان كده حصل بقى ايه؟ الاختلاط. ستنا عائشه سافرت راحت على الكوفه تشوف سيدنا علي ليه سافر، وليه ما خرجش قتله عثمان، والزبير راح معاها، وحصل بقى ايه؟ المشكله. ليه؟ لانهم ما كانوش حاضرين الواقعه. يبقى مات سنه يوم الجمعه ايه؟ 15 ذو الحجه. يعني كانوا لسه اللي بيحجوا هناك لسه في مكه، ما كانوش لسه جم. انه راى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرار. اول حاجه الكفين دول مش هم دي الاله اللي انت بتمسح بيها اعضائك؟ يبقى لازم الاول اغسل الاله وانضفها. فيبتدي الاول بغسل الكفين عشان ينظفها، فاذا اقترف من الاناء بعد ذلك يبقى بيغترف باله نظيفه. لان دي اله الدلك، اليدين آلة الدلك، يعني تدحك بها الأعضاء. دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، يبقى معناه إيه؟ إن هو أفرغ باليمنى، يعني أمال الإيه؟ أمال الإناء بيمينه فوقع على يساره، ثم غسل وأمال ثاني وغسل وأمال ثالث وغسل. يبقى التثليث هنا للتأكيد، لسبيل تأكيد إيه؟ النظافة. فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء. شوف يبقى غسلها خارج الإناء قبل ما يدخلها الإناء عشان هي يطمئن لنظافتها، حتى لا إيه؟ حتى لا يستقذر الماء إذا أدخل يده وهي فيها بعض الأوساخ. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. والمضمضة هو إيه؟ أن يحرك الماء في فمه ثم يمجه، دي اسمها المضمضة. تأخذ ماء في الفم تحركه ثم تمجه للخارج، دي اسمها المضمضة. والاستنشاق، الاستنشاق أنك تأخذ الماء بنفسك في أنفك ثم تخرجه، فإدخاله للأنف يسمى استنشاق وإخراجه يسمى استنثار.
استنثر، يبقى استنشق واستنثر. استنشق ادخل الماء واستنثر طرده. ادخال الماء باليمنى للاستنشاق والاستنثار باليسرى. السنه هكذا. يبقى اذا استنشقت تستنشق باليمنى واذا استنثرت تستنثر باليسرى. فمضمض واستنشق، يعني استنشق واستنثر، يبقى اكتفاء بايه؟ بايه؟ باحد المرتبطين ببعض. يعني معناه قال لك ايه؟ واستنشق واستنثر، لكن ايه؟ عاده العرب تختصر دون ان تخل بالمعنى. فهو اختصر هنا على اساس معلوم ان بعد الاستنشاق بيبقى في استنثار على طول. ثم غسل وجهه ثلاثا، والوجه قلنا من منابت الشعر اعلى الجبهه من منابت الشعر الى اسفل الذقن، طولا وعرضا الى شحمتي الاذن، مش كده برضه؟ ده الوجه. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا، والى هنا بمعنى مع، يعني مع المرفقين ثلاثة مرار. ثم مسح براسه، ثم مسح براسه، ما قالش بقى كررها ثلاثا هنا. وعشان كده المالكيه والاحناف عندهم السنه والفرض هو الاكتفاء بالمره في الممسوح. يبقى الممسوح لا يتكرر عند مين؟ المالكية وعند الأحناف. لكن عند الشافعية الممسوح يتكرر كالمغسول سواء بسواء. ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، وإلى هنا بمعنى مع، يعني مع الكعبين وليس بمعنى حتى، لأن حتى يخرج الكعبين، لكن إلى تبقى بمعنى المعية. وعشان كده يقول لك الفقهاء ساعات يقول لك إيه؟ تدخل الغاية في المغية أحيانا ولا تدخل في المغية أحيانا. كلام بقى الفقهاء اللي تيجي تقرأ كده تفتكر إن هو يعني إيه، عملية صعبة، لكنه سهل. لأن أنت تقول قرأت إلى سورة مريم فدخلت، هنا لم تدخل الغاية في المغية، يعني معناها وقفت عند مريم ما قريتها. يبقى هنا الغاية لم تدخل في المغير، فهمت؟ لكن لما نقول إلى المرفقين فالغاية دخلت في المغير، يعني إلى بمعنى مع، فهمت؟ عشان لما تيجي تقرأ كتب الفقه تبقى فاهم بس يعني إيه طريقتهم في عرض الموضوع. ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه يعني مطلقا إلا فيما إيه؟ فيما أجازه الله، يعني ما حدثت نفسي في المعاصي ولا حدث نفسي في مشاغل الدنيا، لكن ممكن أحدث نفسي في معاني القرآن اللي بتلوه، فهمت؟ يبقى لا يحدث نفسه في شيء خارج الصلاة. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب. يبقى دي عبادة جميلة وعظيمة لو انت ارتكب. عشان كده بعض الصالحين كان اذا ارتكب ذنبا توضأ وصلى ركعتين وتصدق وصام يوم. شوف قد ايه كل ما يرتكب ذنب يعمل كده تأديبا له، يتوضا ويصلي ركعتين ويتصدق ويصوم يوم. يوم اما يرتكب له 10 ذنوب في اليوم يبقى عنده صيام 10 ايام. يوم كده النفس تأنف من الايه؟ من الوقوع في الذنب. ليه؟ بدل ما تتعذب بقى وتصوم بقى. وتأنف برضه من كثرة نفقة المال، بيقول لك بلاش بقى تعمل ذنب، ما انت هتغرم. فهمت؟ فده نوع التأديب ان يؤدب به بعض الصالحين نفسه. وعن ابراهيم قال: قال صالح بن كيسان: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه. إيه هي الآية؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك لعنهم الله. فخاف لحسن يكتم العلم ده فيدخل في الآية.
أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. باب الاستنثار في الوضوء. عرفنا الاستنثار هو ما يتبع الاستنشاق، يبقى الاستنثار هو إخراج الماء الذي دخل في الأنف في حال الاستنشاق. باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس اللي هو ابن يزيد الأيلي عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، وده الأمر ده للاستحباب، ومن استجمر فليوتر برضو للاستحباب. يعني إذا استعمل الأحجار لإزالة النجاسة يبقى عليه على سبيل التأكيد وسنة مؤكدة إنه يوتر. يعني إيه؟ يعني أزال النجاسة بمسحتين يوم يوتر بالتالت. أقل المساحات في الاستجمار إيه؟ ثلاثة، لا يقل عنه. يعني حتى لو أزال بالاثنين وجب التسليس. طب أزال بأربعة يبقى يستحب التخميس، طب أزال بستة يستحب التسبيح، طب أزال بثمانية يستحب التتسيع، وهكذا. فهمت ازاي؟ يبقى في الحالات اللي زي دي يستحب الإيتار إذا زاد عن الثلاث، لكن أقل الواجب في المسح ثلاث مساحات لا يقل عنه. أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. باب الاستجمار وترا. أقل الوتر في الاستجمار إيه؟ ثلاثة. وأقل الوتر في الصلاة إيه؟ ركعة. ده عند الشافعية أقل الوتر ركعة، لكن أقل الوتر عند الأحناف ثلاث ركعات، لا تعتد ركعة عندهم صلاة عند الأحناف. باب الاستجمار وترا. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، يجعل في أنفه يعني إيه؟ يستنشق. يجعل في أنفه ماء يعني يستنشق، بغير مبالغة إن كان صائما، وبغير وبمبالغة إن كان غير صائم. يبقى الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ولا يبالغ في المضمضة. قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يعني أول ما تقوم من النوم تغسل ايدك قبل ما تحطها في الاناء، لان انت مش عارف وانت نايم ايدك مرت على نجاسة ولا ما مرتش. ممكن تكون حطيت ايدك على جسمك كده وهرشته كان فيها بصرة او فيها دمل او فيها اثر ايه افرازات نجسة خارجة. ممكن يعني يضع يده على عورته وهو نايم، والعورة بيبقى مستجمر، والاستجمار يزيل عين النجاسة ولا يزيل اثرها، وبالتالي يجي العرق على مخرج البول فيسيل العرق مع مخرج البول مع اثر النجاسه يبقى متنجس. تيجي انت وانت نايم مش واخد بالك تهرش، تقوم ايدك تمس نجاسه وانت مش دريان،
يعني ايدك ممكن تقع على نجاسة وانت مش واخد بالك، خصوصا ان الصحابة ما كانوش بيلبسوا ملابس داخلية زينا كده. انت دلوقتي بقيت لابس ملابس داخليه وعامل كذا طبقه، يعني ما مش هتدخل بايدك تحت الاستك، هتبقى صعبه في زماننا احنا، فاهم؟ لكن ايام الصحابه عادي تحط ايده الحكايه كلها مفتوحه. ما كانش عندهم ملابس داخليه لسه، لا بيلبس بقى كيلوت وكلسون والكلام ده لسه ما كانوش يعرفوه، فاهم؟ وكانوا بيستعملوا الاستجمار، والاستجمار يزيل عين النجاسه لو يزيل اثرها، وكانوا في بيئه حاره يعرقوا، يجي العرق على موضع الايه؟ النجاسه يسيل فينشر اثر النجاسه، يجي وهو نايم يهرش تقوم تيجي ايده ايه تتنجس، يجي يقوم يحطها في الاناء ينجس الميه، يقوم يعمل ايه؟ اول ما يقوم يغسل ايده خارج الاناء ثلاثه، فهمت؟ علماء الشافعيه يقول لك ايه؟ تنزيل المظنه تنزيله المئنه، يقولها لك كده في كتب الشافعيه، تقوم انت تقول ايه الكلام ده؟ ايوه، لان هنا في مظنه ان فيها نجاسه، هو مش متاكد، في ظن وجود النجاسه، فالنبي حمل المظنه على المئنة على التاكيد، فيبقى اغسل ايده حتى ايه عشان تزيل حتى الشك، فاهم؟ يبقى نزل المظنه منزله المئنة، لان ان التاكيد والظن هو الشك، فاهم؟ فنزل المظنه منزله المئنة، فهمت كلام الفقهاء ده؟ كلامهم سهل، لكن في بعض الناس يقول لك ايه الكلام الصعب ده؟ احنا عايزين نغير الخطاب الديني. غيره يا سيدي. طب ما تتعلم، لو اتعلمت مش محتاج تغير حاجه، كل حاجه واضحه. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. يبقى ما يمسحش على القدمين ان كانت عاريتين، ولكن يغسلها، ردا على الشيعة والروافد الذين قالوا ان الوضوء يجب فيه المسح للقدمين دون الغسل، وتمسكوا بآية الكسر وارجلكم الى الكعبين، حيث انها معطوفة على ممسوح، واضح؟ ده الشيعة. لكن السنة بينت ان الآية التي فيها الكسر المسح هي إذا كانت القدم مغطاة بالخف، والآية اللي فيها الفتح اللي هي الغسل إذا كانت عارية عن الخف. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وعن أبي قال حدثنا موسى، يعني لا يمسح على القدمين إن كانت عاريتين من الخف، عشان يبقى المعنى كده واضح. وعن أبي قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر. أرهقنا العصر يعني إيه؟ يعني كادت الشمس تغرب ولسه ما صلوش، يعني كاد الوقت يخرج. أدي معنى أرهقنا العصر، يعني كاد يخرج وقته. فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. فجبينا نمسح، فالنبي كأنه لم يكتفي بالمسح، أراد لهم الغسل. لكن الشيعة قالوا إيه؟ قالوا نمسح هنا على ارجلنا، فنادى ويل للاعقاب بالنار، ما قالش الاقدام، دل على انه كانوا يمسحوا القدم ويتركوا العقب، فقال لهم امسحوا العقب معه، فهمت طريقه فهمهم؟ ما هو كل واحد عنده ايه طريقه فهم تقنعه بمذهبه. باب المضمضه في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعنه به قال والمضمضه والاستنشاق في الوضوء ايه؟ سنه بالاجماع. لكن في الغسل فيها خلاف. الحنابله عندهم في الغسل المضمضه والاستنشاق واجب. في الغسل دون الوضوء. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان
قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء، وضوء بفتح الواو يعني بماء يتوضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. احنا لسه قايلين الحديث ده بس جايبه هنا فيها كلمة واستنثر زيادة، في الرواية اللي فاتت ما كانش فيها كلمة واستنثر، خد بالك. فكل زيادة رواية في البخاري مش تكرار حقيقي، لا ده تكرار صوري، لكن في كل حديث لما بيجيبه بيجيب فيه لفظ زيادة او معنى زيادة جديد. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. باب غسل الأعقاب، والعقب اللي هو ايه؟ مؤخر القدم، اللي المصريين خطأ يقولوا عليه كعب، وده غلط. الكعب هو البروز اللي بين القدم والساق، بروز على الجنبين، المصريين يقولوا عليه ايه؟ بز القدم. بز القدم يعني ايه؟ يعني بروز القدم، يعني بز يعني بروز، على فكرة مش كلمة غلط ولا حاجة، فهمت؟ يبقى يسموا العظم الناتئ ده اللي بين القدم والساق المصريين يقولوا عليه ايه؟ بز القدم يعني بروز القدم، هو ده الكعبين بقى، هو ده الكعبين. طب امال العقب بقى اللي هو مؤخر القدم ده اسمه العقب وليس اسمه الكعب، فاهم؟ باب غسل الاعقاب، وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم اذا توضا، يعني لو كان لابس خاتم يطمئن ان هو ايه بيحرك الخاتم كده عشان الميه تنزل في موضع الخاتم. ابن سيرين اذا اطلق، ابناء سيرين دول 10، اذا اطلق يقصد محمد بن سيرين اكبرهم سنا واشهرهم. وعنه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهره قال اسبغوا الوضوء، فان ابا القاسم صلى الله عليه واله وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وأسبغوا الوضوء يعني بالغوا في غسل الأعضاء، بالغوا في غسل الأعضاء واستوعبوها، يبقى المبالغة مع استيعاب العضو غسلا اسمها الإسباغ. باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين. افرض النعل بتاعك عبارة عن شرايط كده ورجلك باينة فيه، واضح ممكن تغسل رجليك وهي في النعلين من غير ما تطلعها، زي واحد لابس صندل مثلا والصندل ده كله مفتوح من جميع الجهات، فهمت ازاي؟ ممكن تغسل رجلك من غير ما تطلعها من الصندل طالما هتستوعب الايه الغسل. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله ابن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، أركان الكعبة الركن اليماني وركن الحجر يسموه الإيه اليمانيين، لكن ما يمسش الركن العراقي ولا الركن الشامي اللي هم الركنين التانيين. ليه؟ لانه مش على قواعد سيدنا ابراهيم، ليسوا على قواعد سيدنا ابراهيم. عارف لو كانت كل الكعبه مبنيه على قواعد ابراهيم كنا هنمس الايه الاركان كلها الاربعه، لكن النبي اكتفى بالركنين اليمانيين مسا، ليه؟ لانهم على قواعد ابراهيم. رايتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، السبتية النعال التي لا شعر فيها اللي هي جرداء الشعر، النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة اللون الأصفر يعني،
ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. أهل الناس يعني لبوا بمجرد دخول ذي الحجة ويفضلوا محرمين لحد ما يقفوا في عرفات، يبقى أهل يعني يحرموا. إذا رأوا الهلال يعني مع بداية ذي الحجة. ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة قبل الوقفة بيوم، سميت التروية لأنهم يأتون بالماء لتروية الحجيج في منى حتى يستعدوا لأيام التشريق. ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. شوف يتوضأ فيها، جايب الإمام البخاري عشان إيه؟ عشان يتوضأ فيها، اللي هي غسل رجلين في النعل، عشان اللفظة دي بس. ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني إلى إيه؟ إلى مكة أو إلى منى، على حسب. إذا كان عمرة يبقى تنبعث راحلته من إيه؟ من أبيار علي اللي هي ذي الجحفة، إيه؟ علشان يتوجه لمكة إذا كانت عمرة. طب وإذا كان حج حتى تنبعث راحلته من مكة إلى إيه؟ إلى منى إذا كان متمتعا. ونقف على باب التيمم في الوضوء والغسل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.